إذن تابعنا مشاهدينا مجموعة من الفعاليات الفنية والمعارض في ساحة المريج. الفعاليات مستمرة وبعض الفعاليات مشاهدينا بسبب الأوضاع الصحية الحالية تم تأجيله، ومن ضمنها مهرجان شارقة القراءة للطفل، حيث أعلنت هيئة شارقة للكتاب عن تأجيل هذه الفعالية حتى إشعار آخر، وذلك ضمانا لسلامة الأفراد واتباعا للإجراءات والتعليمات الصادرة. مشاهدينا، وحول هذا الشأن يسعدنا نستقبل عبر الهاتف الدكتورة شيرين خميس المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة لمركز أبوظبي للصحة العامة، للحديث عن آخر مستجدات كورونا وطرق الحد منها. صباح الخير دكتورة شيرين. صباح النور، مرحبا. يا هلا فيك دكتورة. دكتورة، خبرينا عن آخر مستجدات كورونا بشكل عام، سواء عندنا هنا في الدولة أو حتى عالميا. صباح الخير جميعا. بالنسبة للوضع العالمي، طبعا منذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت دولة الإمارات تدابير وإجراءات احترازية صحيحة تبعا لأفضل الممارسات الصحية والعالمية. طبعا الدولة وفرت المستلزمات الطبية والوقائية كافة حتى نجحت في شفاء طبعا 5 حالات تم الإعلان عنها، وفرت لها الرعاية الصحية المثلى، رغم طبعا وجود القلق عالميا وفي نفوس العديد من الأشخاص محليا ودوليا بسبب كورونا، لكن أنت في الدولة جاهزية عالية ولله الحمد، قادرة على كبح سرعة انتشار المرض والتقليل من حدته. طبعا بفضل الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، مش بس الجهات الصحية، الجهات الحكومية والخاصة، وتضافر الجهود جميعا. تمام. طبعا منذ انتشار المرض الدولة سوت التدابير مثل ما قلنا، وفرت المستلزمات الطبية الوقائية، الكوادر الطبية. كان من أبرز الجهود بعد إعداد الأدلة العلمية لأكثر عن 14 دليل علمي أو إرشادي بالأصح للمنشآت الحكومية لكيفية الوقاية من مرض كورونا، للجهات التعليمية، للمنافذ، للسياحة، بالإضافة إلى توفير غرف عزل في جميع مستشفيات الدولة، ووضع أجهزة الكاشف الحراري على جميع المنافذ لدولة الإمارات الجوية والبرية والبحرية، بالإضافة إلى تفعيل الفحص المخبري السريع والإجراءات الوقائية في المنافذ الحدودية منذ ظهور الفيروس. طبعا في حالة الاشتباه يتم العزل باستمرار بحيث أنهم يأخذون التدابير الصحيحة. من الجدير بالذكر طبعا دعم القطاعات الأخرى لدولة القطاع الصحي في دولة الإمارات، بحيث أنهم هم طبقوا التعاميم والإجراءات الاحترازية مثل ما ذكرتي قبل شوي بالنسبة لمعرض الكتاب، لأن من أهم الدروس المستفادة من هذا أن الناس تبعد عن التجمعات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراء طرق الوقاية الصحية الشخصية، بحيث أن الشخص يستخدم المطهر للأيدي عند تلامس مع أسطح مختلفة داخل أو خارج المنزل، تجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، تغطية الفم والأنف بالمنديل عند السعال أو العطس، غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وبالتأكيد الدولة والجهات الصحية تهيب بعدم السفر في ظل الظروف الحالية لتجنب العدوى. وفي حال الشخص سافر لازم يحط في اعتباره أن سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لما يرجع من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة، طبعا متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار، ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر. وفي حال تم اكتشاف حالة لا سمح الله، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية ضمانا لصحة الشخص نفسه والمجتمع عموما. جميل، شكرا لك دكتورة شيرين خميس المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة لمركز أبوظبي للصحة العامة، على هذه المعلومات والتحديثات. يعطيك العافية. العفو، حياكم الله. إذا مشاهدينا استمعنا سويا لآخر التحديثات حول مرض كورونا، ودائما نقول لكم مشاهدينا احنا نحاول من خلال شاشتنا نبث لكم معلومات من مصادر موثوقة عشان تستمعون لهذه المعلومات حسب الإحصائيات وحسب ما يقام من جهود في الدولة. لذلك دائما للتعرف على هذه المواضيع الجؤوا للصفحات الخاصة بالمواقع الرسمية والجهات الرسمية اللي تصدر بيانات صحيحة ودقيقة عبر صفحاتها أو من خلال التواصل معهم، لأنهم دائما ممكن يفيدونكم بمعلومات. ومثل ما ذكرنا ونأكد، ويعني حتى وأنا قادمة في هذا الصباح إلى العمل يعني لاحظت
جميع الإذاعات حتى تركز على هذا الموضوع، موضوع الصحة العامة، تجنب التجمعات غير الضرورية، الانتباه عند التواجد أو عند السلام، حتى يعني السلام يعني تجنب المصافحة أو حتى طرق السلام المختلفة، يعني ضمانا للصحة العامة، وكلها طبعا إجراءات احترازية للوقاية من هذا الفيروس العالمي اللي صنفته منظمة الصحة العالمية كما ذكرت الدكتورة كوباء. لذلك نحاسب ونلتزم بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة.